ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. من حرائر بصر الحرير إلى جامعة الدول العربية، نسألكم بالله الحق الذي لا إله غيره، نسألكم بشريعة الأديان السماوية والأعراف الإنسانية، كيف لنا أن ننام على ظلمنا وقهرنا؟ أجيبونا، كيف لنا أن نعيش على أطلال أحبابنا في أرض يسجد فيها على صورة قاتل خيرة شبابنا؟ لن نركع، لن نرجع، فإما أن ندفن في أرضنا كراما لا نرضى الذل، وإما بشار يخلع. كيف لنا أن نرجع ونعيش على أرض نتفت فيها ذقون رجالنا العزل المخيدين، وأهينت فيها شيبة آبائنا، وثمن الإنسان الحر فيها رصاصة؟ لن نرجع، لن نركع، خيرة شبابنا كان أملنا بهم أن تنزف دماءهم على أرض فلسطين دفاعا عن الأرض والدين، لا أن يقتلون في ظل نظام حقير، يقتلون بدم بارد وهم عزل لا يملكون سوى همة.